كل شيء تحت الأربعين ممنوع يطلع، يا صير معنا يا ما تطلع. يعني شد أقول لك حياة زفت غاد. بعدين الوضع صار سيء وتدرج الأسوأ الأسوأ الأسوأ. قدرت تدمر 8/1/2016. سبب المغادرة طبعا صار الوضع هون سيء، والمسلحين اللي هم الدواعش صاروا يمنعون الناس عن الشغل عن الشغلات، وصار في خوف، وصار توجهت سكان على الرقبان وتوجهنا مع السكان. يوم جونا الدواعش طلعنا من تدمر، طلعنا يعني من شيء 7 سنين، كنت حسب 7 سنين 8 سنين. طلعنا سكننا بالتليلة، وبعدين من التليلة طلعنا بسيارة عرقبان. اي رحنا سكننا غاد برقبان، واشتغلنا برقبان قبل ان نشتغل بالمينة، ابيع واجيب بعرباي الدفع ونبيع مية. أول ما بدينا برقبان كان في معينات، ومعينات كويسة. بعدين الوضع صار سيء وتدرج الأسوأ الأسوأ الأسوأ، والله قمنا عاد نشتغل بسوق الغنم، بسوق السوق العادي، سوق الخضرة، هيك شغلات يعني تقويت بسيط يعني تحت الصفر. آخر شيء قطعوا المية، قاموا قطعونا المية. نهار وقفت يمكن عيد، مضت يجي 3 أيام 4 أيام مقطوع المية. قمنا نجيب مية منين؟ يجيبون بصهريج من الخبرة. الصهريج بشنو أثره؟ أثره إنه مثل الفيول مزوط ما مزوط. نصفيه وتشرب منها العالم غصب من العطش. وبعدين جابوا المية، يقطعونه فترة ويجيبونه فترة. الطبخ نوب نطبخ نوب ما نطبخ، نوب الأولاد على الزعتر يتهمشون على صحن الزعتر، ما في مصاري يعني، ما في شغل. أول ما رحنا بعدين اشتغلنا يعني نعم يعمرون أولادي لوين بالأجار. هذولاك يجون فسكين على العالم، يجي التلف مثلا مسلحين يدرون محل هذا الجرية. احنا نخاف 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 يعني. كنا ناكل رز برغل، بعد نبار رز نطبخ من عدا زيت مية نسلق وسلق العجان. ايه بعد نبار ناخذ من شي حدا ينطينا شي حدا نجيب، يعني معيشة ما هي زينة. والمعيشة يعني كل شي يجينا من مواد غذائية يجينا على طريقة مثل الزازة من الشام. نوب ناكل نوب ما ناكل، يصير حبة طحين خبز على يدين، حطب ما فيه، غاز ما فيه، مازوت ما فيه. نروح مثلا هان نكون على غرض 100 غاد بألف، يعني حياة زفت. والحمد لله يوم نجينا لها الناس فلت، ونادي بدهم يجوا. يعني احنا طلعنا جباري منها، وغاد يعني ما تغنم بالوضع، يعني وضعه سيء. بدهم يجون أولادي، بلادنا هان، أغراضنا كلها راحت. يعني شد أقول لك يعني زفت، العج، التراب، بوت، هذا جنة على البيت اللي غاد كنا ساكنينه. ومن الأردن ما يجينا شيء، من الأردن بنوب ما يفوتون شيء، لأنه قطعوا سكر والساتر، وحتى المرضى ما تروح غادة. هان المرضان يوم غير لما تجي موافقة تيجي لهان، يعني بده 4 أيام 5 أيام يا يموت يا يطيب تيصل لهان. يعني نوب نسوان يبشن جوع مثلا، يمرضين يصير عندنا أولاد، يصير نركض على داي مثلا دورة
يعني بعض واحدة ما تعرف تولد المرأة، تقول تتبيطر عليه وتقول تولده، الله يهون عليه وتولده، علي يروحن عن نقطة، نوب يردون علينا نوب يردون علينا، يعني مرة ولدت راحت عن نقطة ولدت بالدرب بالسيارة، جابت ولد يوم الله فك مرت ابني الله فك يعني راحت للموت، قمنا نفكر شلون بدنا نجيب لها، ما في ما نقدر نجيب لها، يعني تموت قدامنا ما نقدر نجيب لها، مانعينا هم مانعينا، عرفت شلون؟ سكان عدد واجد، منعنا المسلحين عن وضعهم عن وضعنا احنا الخاص ما يتدخلون ولا شكل من الاشكال، يعني كذا مره حبوا يدخلون بالمخيم منعناهم بتصرفنا الخاص، ما لهم شأن معنا ولا لهم اي سيطره علينا ولا مشاكلنا لهم علاقه به، احنا مشاكلنا نحل مشاكلنا بحالنا، يعني كعشائر نحل مشاكلنا، الفئه اللي نشوفها مغلوبه احنا نساعد شوي نحل مشاكل بدويه مشاكل عربيه نحل حل سلمي. كل شيء تحت الأربعين ممنوع يطلع، يا تصير معنا يا ما تطلع، اقول لهم انا قبل ما صرت معكم مش انا اصير معكم، انا مرجوعي لبلدي، يعني يوم طلعت انا غصب طلعت، يعني بواسطات مصاري تطلعت انهزمت من عندهم، انا بي مطلع متور بس ما اقدر ادشر عيلتي وراي ما يخلونا تطلع، انا يوم طلعت يوم رحنا للرقبان غادة كان عالم كثير، يعني ابوي شي حول العشرة 15,000 نسمة، يوم طلعت العالم قامت تطلع عالم معت ما ابو يعني هلكت غادة وطلعت لهانة، وانا يوم طلعت يجوز ابو حول 3,000 اقل من 3,000 ضل نسمة. في ناس جت قبلنا كمية كبيرة، طبعا قمنا نتواصل مع هالناس اللي اجت، وضع طبيعي ما في اي مشكله، واي واحد نحكي معه وقلنا تعالوا اذا يصير لكم اليوم قبل بكر، ويوم افتحوا الطريق احنا على اساس قبل نجي قبل هالوقت اللي يجينا به، بس في تجار ما يجيبونك الا باسعار خياليه. الناس غاده القاعده غاده تقول لي لا تروح وخاف يشلونك خاف ياخذونك وما ادري شنو، قلت انا الحمد لله ما علي شيء وعارف حالي شنين وانا زلمه ما علي شيء، وكنت ادق على شباب لهاني يقولوا لي والله اروح انا احسن لك يا عمي وكيفين ومبسوطين هاني، وما حد ترى سوالف المخيم كله كذب بكذب مشان ما تجي، ويوم طلعت من غاد الحمد لله رب العالمين لا حد وصل لي كلام لا حد قال لي كلام لا شيء ومبسوط الحمد لله رب العالمين. يوم رجعنا لهان تقول مالكين الدنيا من الفرحه، رجعنا لبلادنا دورنا، يعني شو بدي اقول لك جتنا حياه ثانيه، عرفت شنو؟ والحمد لله رب العالمين، اولادي سلم هون وصلنا نشتغل بلادنا، نجيب ربطه خبز قادر ربطه عندنا ب 1000 ست رفاه، يوم جينا الهان يجيبون خبز كوم والنوب 150 ورطه، شو ها؟ بلاش على عبره غاد، يعني شو بدي اقول لك يعني عندنا ماكينه الدنيا هون يوم جينا لها. أنا أول ما طلعت بسيارة وطلعت لحالي أنا وعيلتي، يعني وسيلة مع واحد ضبط لي الدرب قال لي أنا أطلعك، يوم طلعت على الحاجز هذا المسلحين ما حد يثبي بي، يوم طلعت بالسيارة طلعت على حاجز الجيش وصلت، طلعت بعدين وصلت على حاجز زازة المثلث، من المثلث قعدت عند المنظمة صيرين بحد المثلث، قعدت يجي 10 أيام بعدين طلعت مع المنظمة الحمص المدرسة القصور حي القصور، بعدين مضيت شي 10 أيام قاعد عندهم سلمونا صفنجات وسلمونا كل شي، بعدين طلعنا من المدرسة على تدمر وسكنت بتدمر هالساعة. وفي ناس لا كثيرة ظلت غادة، وأكثر هاي الظالة غادة بعضها هذه مع المسلحين، موظفة مو موظفين، شي مدني شي عسكري غادة، هذه أكثرها
بعض الضلات. جينا على بلادنا ما حد تعرض لنا. الحواجز كلها الفائدة الحمد لله على السلامة وأهله وسهلا. شو بدنا غير هيك الحمد لله؟ يا رقبان ضقنا على مرة ضقنا. عشنا حياة سوية والحمد لله رب العالمين.